عم واضح. إذن ما هي الفترة سيدي الوزير التي سيتم الاستفادة منها من هذه المنحة؟ استفدنا من بداية مارس حتى لغاية يوصل به يكون عنده منصب عامل. نعم. يديها يعني ببساطة من مارس هذا يقعد يستفد من هذا المبلغ حتى النهار يوصل يستفد من منصب عمل في مؤسسة عمومية أو خاصة. نعم،